السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة الرسمية للاتحاد القطري لكرة السلة في هذا حقنا الحي المباشر لمباراة الدور الأول من مسابقة كأس قطر. وبعد أن أسدل الستار على مسابقة الدوري وبعدما فاز الغراف القطري بأول لقب في البلاد وحقق الفرحة لكل جماهير وكيد في هذه القاعة بالذات في قاعة الغرافة في المباراة الفارطة حينما فاز الغرافة على الشمال تنتهي أمور البطولة ويفتح الأبواب للقاء الكاس ولمسابقة الكاس والبداية ستنطلق. وفي الحقيقة البداية انطلقت يعني في مباراة أولى جمعت منذ قليل نادي الخور ونادي الوكرة لين المباراة الثانية تجمع أكيد ما بين فريقين الاثنين نادي قطر ونادي العربي اكيد جدا. هذا حوار ثاني بعد حوار اول انتهى بفوز الخور 88-69 الخور في الدورة القادم. ومن سيلتحق بالخور اكيد هذا السؤال الذي يطرح الليلة في حوار بين العربي اللي انهى الترتيب وانهى لقب البطولة السنية في المرتبة الثالثة ونادي قطر اللي انهى سادسا في البطولة. الخماسي الأساسي بالنسبة للفريقين الاثنين نادي العربي يمثلوه 25 خالد عبد الباسط رشدي بالرقم 7 ماجوك 4 كريسياس كاساس 25 قلت عبد الباسط أكيد جدا بالرقم 5 سامي والرقم 7 ورقم 17 أحمد سعيد المحمد. هذا خماسي الأساسي بالنسبة للنادي العربي. في المقابل نادي قطر يمثلوه اليوم كل من الخماسي الأساسي أكيد ميرزلاف توديتش بالرقم 34 25 عبد الرحمن جمعة 1 محمد عبد العزيز عبد القوي 33 أليتش بوبو مقاسا وكذلك اللاعب رقم 8 جاكسون بيدن. إذا أولى التصويبات الأولى التصويبات في محاولة من أولى 3 نقاط من جاكسون بيدن الأمريكي ولكن يفشل لاعب جاكسون بيدن يعود بالتالي الامتلاك لنادي العربي لأن سامي هذا سامي الملعب وبالتالي الكرة تعود والامتلاك يعود لنادي قطر القطري. هذا عبد العزيز عبد القوي اللي كان سوى مباراة كويسة يعني في المباراة الأخيرة. هذا توديتش حلو الأسيست توديتش ممتاز حلو الأسيست. وعلى فكرة توديتش اللاعب السابق لنادي العربي الموسم الفارط كان بقميص العربي وهذا الموسم بقميص نادي قطر. أكيد أصدقاء الأمس هم أعداء اليوم نحكي كورة أكيد يعني ميرزلاف توديتش هذا اللاعب البوسني اليوم يلعب مع القطري وضد العربي. في المقابل رميتين يعني رمية حرة بعد نقطتين أكيد يفشل فيها اللاعب رقم 5 سامي اللاعب السابق لنادي الغرافة سامي مواليد 20 فيفري 85 أعطى نقطتين وعدل النتيجة على مستوى 2-2. هذا الأمريكي جاكسون بيدن أكيد جاكسون بيدن في على مستوى الثلاثيات ولكن الممتاز الريباوند حلوة ريباوند معها أسيست اللاعب رقم 7 ماجوك أعطى أسيست حلو برشا. تعود الكرة بامتلاك لنادي العربي. هذا ماجوك حلو الاسيست ماجوك ممتاز ولكن الريباوند ممتاز احلى منها توديتش يعطي الكره لجاكسون بيدن امتلاك جديد 2-2 بعد دقيقتين بين قطر ونادي العربي. هذا ميرزلاف توديتش هذا البوسني يعطي لي عبد الرحمن يدخل تحت المربع حلو ممتاز البلوك شوت ممتاز البلوك شوت من ماجوك والهجمة لنادي العربي والريباوند
الريباوند مرة أخرى، وما زالت يعني الآن هذا جاكسون بيدن محاولة من 3 باونتس، 3 باونتس ممتاز ممتاز على 3 باونتس، 5-2 للاعب رقم 25 عبد الرحمن جمعة، وهذا ترنوفر يفتك الكرة بسرعة نادي قطر. جاكسون بيدن يعطي عبد الرحمن جمعة مرة أخرى من 3 باونتس، والمرة هذه ممتاز الريباوند، الريباوند الهجومي والالتقاط الهجومي حلو من توديتش، ويأمن بها 14 ثانية جديدة لنادي قطر، 14 ثانية جديدة أكيد في قانون كرة السلة، لأن الفريق يما يعمل ريباوند هجومي. هذا توديتش يحاول من ثلاثية، والكرة تتجاوز أرضية الميدان، تتجاوز أرضية الميدان. هذا ميرزلاف توديتش لاعب يعني متعلق البوسني، 36 سنة يعني 2 متر 5 سنتيمتر. على فكرة هو في الاستفتاء لاعبين بوسنيين تم اختياره أفضل لاعب رقم 12 في أحسن اللاعبين في البوسنة في آخر أسبوع، وعلى فكرة الأول كان أمير سولوموفيتش يعني يلعب في إسبانيا. هذا ميرزلاف توديتش واحد من أفضل لاعبين الموجودين في البوسنة. في الأثناء ترجع الكرة لواحد من أفضل لاعبين نادي قطر جاكسون بيدن، 5-2 أسبقية لنادي قطر، والمحاولة من ثنائية جمعة، المحاولة والحكم يعتبر ميسي بالفعل، اعتبر أنه هناك ميسي بالكرة لتعود الامتلاك يعود لنادي العربي. سامي، سامي وخمسة اثنين، سامي يدخل حلو الاسيست من سامي، ومحاولة من نقطتين والريباوند وعلى مرتين على ثلاثة مرات ممتاز، صامد وصامد صامد سامي ويأمن نقطتين لفريقه معهم ربيع حرة، لأن سامي يعني متعلق مع الفريق العربي، وحتى الآن كل نقاط العربي مسجلها سامي، 5-4 5-5 5-5 وخمسة نقاط للعربي مؤمنة عن طريق اللاعب سامي، مواليد 20 فيفري 85، اللاعب السابق نادي غرافة هذا الأمريكي، يعني لاعب جيد وجيد للغاية. عبد العزيز عبد القوي، جاكسون بيدن، عزيزنا المشاهدين لكل من التحق بنا الآن، 5-5 5 عربي 5 نادي قطر في إطار الدورة الأول لمسابقة كأس قطر، أكيد في يعني من سيكون الفريق الثاني ليتأهل للدورة الثانية بعد الخورة اللي فاز منذ قليل على بعد الوكرة اللي فاز منذ قليل على الخور 68-9 88-69. رميتين حرة للأمريكي جاكسون بيدن، ممكن المباراة الأخيرة تاع البطولة تم ترتيح يعني جاكسون بيدن وتوديتش أكيد لمباراة الكاس، عرف ممكن الإطار القبرصي أنه أمور البطولة حسمت، بالتالي تم يعني راحة الثنائي الأبرز تقريبا في تشكيل نادي قطر جاكسون بيدن توديتش، من أجل أكيد العودة بهم في مباراة هذه اللي تعتبر مباراة يعني أهم من مباراة الترتيب الترتيبية في آخر اللي كان لعبها الفريق آخر مباراة أمام الأهلي. في الأثناء امتلاك جديد ولا ماجوك، ممتازة ماجوك، ولكن ممتاز ماجوك، ولكن الافتكاك من هذا المحاولة 3 باونتس 3 باونتس توديتش، ممتاز ممتاز على مستوى 3 باونتس توديتش، يعني نسبه عالية عالية جدا في مستوى 3 نقاط هذا البوسني، لأن تعود الامتلاك لنادي العربي. سامي، سامي إلى اللاعب رقم 22، هذا ماجوك، هذا ماجوك يدخل ويساوب نقطتين، ممتاز ماجوك، هذا اللاعب يعني رقم 7 على فكرة، عنده 3 جنسيات أسترالي لبناني وسوديني، من مواليد 4 جويلية 1987، ساحب 3 جنسيات، يسجل 2 نقاط في الهزمة الأخيرة، قادم هو على فكرة من اتحاد المونستيري من تونس، من الموسم الفارط كان مع ليسمو اتحاد المونستيري، وعلى فكرة هو قادم من تونس، وكذلك الإطار الفني بالنسبة للفريق هذا هو تونسي، المدرب هو حاتم مملوك أكيد،
اللي حقق معاه نتائج زايدة للفريق منذ توليه تقريبا من 2010، موجود حاتم مملوك على رأس الإدارة الفنية لنادي العربي في الحقيقة، ثم يعني عمل تجربة عند الجيش وعاد لنادي العربي حاتم مملوك من أجل أكيد نحت مسيرة لفريق العربي، نحت مسيرة زايدة أكيد يأمل فيها كل الإطار الفني لهذا الفريق. هذا ماجوك، هذا اللي حكيت عليه، هذا اللي حكيت عليه، تيرنوفر يضيع كرة ماجوك، والهجمة طيبة طيبة دانك على طريقة الان بي اي، لاعب رقم 33 ماجاسا يعطي نقطتين لنادي قطر. هذا ماجوك والخطأ، طيب الدنكة الأخيرة أعزائنا المشاهدين، الآن 6 دقائق تقريبا، 6 دقائق 38 ثانية منذ انطلاق الفترة الأولى، وأسبقية لنادي قطر على مستوى النقطة 12-12-7، والآن امتلاك لنادي العربي. ماجوك يعطي لي تلا ونقطتين، نقطتين، ويبدو لي معاهم رمية حرة لتلا أو ليه، لم يتم احتساب النقطتين، بالتالي رميتين حرة للنادي العربي. جي مومار تلا يستعد لتنفيذ الرمية الحرة الأولى وتقليص الفارق على مستوى نقطة 8، بالفعل 12-8 لنادي قطر، باقي الأسبقية مع 4. تلا ينزح تلا 12-9 مع 3 لنادي قطر. هذا جاكسون بيدن يمرر الى لاعب رقم 23 محمود عبد الله، جاكسون بيدن توديتش، ميرسلاف توديتش يمرر لعبد الله، 3 باونت، والريباوند ممتاز، ماجوك يؤمن الريباوند الى لاعب خالد سليمان. هذا سامي 12-9 مع 3، سامي إلى سليمان، محاولة 3 باونت طيبة 12-12 التعادل بين الفريقين الاثنين، تعادل على مستوى النقطة 12. جاكسون بيدن محاولة ثنائية والريباوند الهجومي ممتاز، ترجع الامتلاك لنادي القطر. ماش تعادل وبداية واعدة حتى الآن من الفريقين الاثنين، يعني تسابق وتلاحق منذ بداية المباراة. جاكسون بيدن توديتش البوسني والترنوفر، ترجع الامتلاك للنادي العربي، سامي حلوة ممتاز، سامي يستعد بلياقته البدنية ويؤمن نقطتين جديدة لنادي العربي 14-12. هذا ماجوك يعطي الاسيست، سامي وعلى لمن ستؤول الكرة الأخيرة. يعني احتسب خطأ في الهجوم على اللاعب سيجي. وبالتالي رميتين حرة لنادي قطر، ينجح في الأولى 14-13، ينجح في الثانية تعادل بين الفريقين الاثنين. كانت أبو بكر ديوف أكيد يحاول مدرب نادي قطر
تدوير يعني التيرنوفر حتى على مستوى اللاعبين. هذا سامي بس يحاول من الثري باوند، سامي والكرة باقية ترجع ريباوند، الريباوند الهجومي لنادي العربي. سامي أكيد الذي تعلق كثيرا وطوالا في هذه القاعة، يعرف سامي القاعة جيدا، هذه القاعة جيدا لأنه سبق وأنه لعب مع نادي الغرفة. لعب الأمريكي سامي، هذا عبد القوي يعمل الإحصائيات على فكرة. مباراة الأخيرة جيدة وجيدة جدا من عملية ستيل بول والعكس الهجمة والممتازة البلوك شوت. ترجع جاكسون بيدن، ممتاز البدايه، يعني تسويق اثاره، ان شاء الله تتواصل لاخر المباراه اكيد ليستفيد المشاهد ولا تستفيد على باسكت بول القطريه. ممتازه ثنائيه من توديتس، قلت الباسكت بول القطريه اللي على موعد مع تصفيات كاساسي اكيد في شهر فيفري اكيد 18-21، اثنين مباريات مهمه لمنتخب القطري. تحسن مستوى الانديه بالتالي يعطي ضروره، ممتاز الدانك يعطي ضرورة تحسن مستوى، ولكن ما لم تحتسب الدانك، بالتالي الحكم كان أعلن على خطأ قبل ما مجدوكي صوب العملية. ممتاز ماشو، يعطي نقطة 16-15، تسابق وتلاحق بين الفريقين الاثنين والريباوند. اثنين لاعبين طلعوا يعني على كورة، هذا عبد القوي، قلت يعني في المباراة الأخيرة لما ما كانش موجود جاكسون بيدرو كديتش، فإنه عبد العزيز عبد القوي هو اللي كان يعني يعطى ستاتيستيك وفيلد جولز، يعني نسبة نجاح كانت عالية لهذا اللاعب. في الأثناء جاكسون بيدن الأمريكي يتحصل على رميتين حرة، ينجح في الأولى 17-16، على فكرة أول نقطة لبيدن الأمريكي، يعطي نقطة جديدة. جاكسون بيدن مواليد 1 أكتوبر 1990 القادم من فريق سامارا الروسي، الفريق هذا أعزائنا المشاهدين يحتل المرتبة الأولى الآن في روسيا، يعني قادم من فريق عنده سيت كبير وعنده يعني مكانة في بلاده، وهذا هذا مجوك ممتاز يعمل في برشا شو ماجوك، يعني متميز، قلت صاحب 3 جنسيات أسترالي لبناني وسوداني ماجوك، أما النقطتين ومعاهم إمكانية تأمين نقطة ثالثة، بالتالي نقطة ثالثة 18-18. تلاحظوا تسابق وتلاحق بين الفريقين الاثنين أكيد. جاكسون بيدن عبد القوي محاولة في الستيل بول من سي جي وينجح في سي جي، معروف اللاعب هذا بسي جي هو كريستيان كاساس، رابع موسم للفريق كاساس مع الفريق، وأكيد قادم على موسم خامس لأنه عقده ينتهي في 2022 هذا كاساس. جيم ومار آخر الثواني، ممار خالد سليمان عبدي، المحاولة من 3 باونتس والريباوند ممتاز ما شاء الله على الريباوند وعلى الأسيست والنهاية ممتازة، هزمة نموذجية لنادي قطر انطلقت تقريبا من توديتس، أما الالتقاط دفاعي جيد للغاية، مرة الأسيست لعبد القوي، عبد القوي سجل ثنائي 2 نقاط ومعهم رمية إضافية، يعني هزمة نموذجية لنادي قطر، وأكيد هذه من الهجمات اللي تدرس في الحصص التدريبيه اكيد جدا. ان شاء الله عبد القوي مش بسهل، يعني لاعب في قصر القامه ويطلع بتلك النسق، يعني ممتاز هذا عبد القوي. 9-8 ثواني 21-18، لو العربي يسجل ثلاثيه ممكن سنقاو تعادل مره اخرى، هذه ثانيتين، هذه ثانيه اخيره
خيرة. بالتالي 21-18 سباقية مع 3 لنادي قطر، أكيد بداية جيدة وجيدة للغاية للمباراة. نستغل أنا أكيد التوقف بالنسبة لإتاحة الفرصة للاعبين أكيد للراحة. نرجع إلى يعني مسيرة الفريقين الاثنين، عزينا المشاهدين، مسيرة طيبة لنادي العربي. تصور والنادي العربي يعني كمل المشوار في المرتبة الثالثة، خسر مباراتين فقط على مستوى طوال الدوري. خسر مع الغرافة في 16 ديسمبر، وخسر مع الشمال في 20 جانفي. يعني الفريق هذا خسر مع فريقين الاثنين اللي هما نلقاهم موجودين في النهائي. بالتالي النادي العربي يعتبر اكيد يعني من خيرة الفرق اللي موجودة في الباسكتبول. قلنا خسر 2 مباريات، يعني اللي يربح نادي العربي نهايته تكون موجود في النهائي. يعني فريق هذا في المقابل نادي قطر، عزينا للمشاهدين، مسيرة على العموم كانت جيدة مستوى الدوري. ربح 3 مباريات فقط، وربح ضد الفرق اللي كملت في مراتب أسوأ من نادي قطر. ربح الريان كمل مرتبة أخيرة، ربح الأهلي كمل 8، ربح الخور كمل 7. يعني نادي قطر مربح ولا مباراة ضد الفرق اللي أنهت البطولة في المراكز الخمسة الأولى. ذلك علاش يعني نادي قطر يعمل برسة على المباراة هذه، في أكيد لتحسين للمرور الدور القادم هذا واحد، وللفوز كأول مرة في هذا الموسم على فريق يعني يعتبر من الفرق التي أنهت في المراتب الأولى. بالنسبة لحصائيات الفترة الأولى، عزيزنا المشاهدين، الفيد جولز يعني نسبة النجاح الأفضل في نادي قطر 50% أكيد توديتس، والأفضل خالد سليمان. في الأثناء تعود الكرة عملية ستيل بول، سامي يدخل تحت المربع، دانك حلوة لسامي الأمريكي، يبدأ بها 21-20 مع نقطة لنادي قطر. هذا توديتش عبد القوي، 21-20 حسنا للمشاهدين. بالنسبة للالتقاطات يعني بعد الالتقاطات الدفاعية والهجومية مهمة جدا لكي تفوز بمباريات كرة السلة. هذا جاكسون بيدن يؤمن نقطتين جديد في لصالح نادي قطر 23-20. الآن هزمة لنادي العربي. سامي ماجوك أكيد يعني ينتظر في الزملاء، وماجوك ولا تصويبة طيبة لاعب رقم 2 تلا يعطي نقطتين جديدة لنادي العربي 23-22. تسابق وتلاحق يعني تقريبا أكثر فارق وصلنا له منذ بداية المباراة 4 نقاط. يعني هذا إن شاء الله يعطينا نهاية إن شاء الله تكون هيتشكوكية ونهاية زايدة وزايدة الغاية في تسابق وتلاحق. هذا ستيل بول، هذا سامي ممتاز. ممتاز عملية ستيل بول، ولكن الهزمة بالتالي ترجع للنادي العربي. يعني فريقين متألقين، يعني كل فريق عمل تقريبا 12 التقاط. أقوى في التقاطات الدفاعية نادي قطر، عمل 9 التقاطات دفاعية و3 التقاطات هجومية، أغلبها مؤمنة عن طريق توديتش. أكيد ميرزلاف توديتش مهمة جدا الالتقاطات في لعبة الباسكت بول. هذا عبد الله مرر ممتاز، ثنائية لخالد سليمان معروف بخضر. بيدن 3 باونس وممتاز الالتقاط. ماجوك أسيست جيدة، ولكن
يعني ممكن كان يحتفظ بالكرة أكثر. نعرفه على مستوى الأسيست من نوع هذا هو سلاح ذو حدين، يعني يا إما تكون الكرة تعطيك وجه لوجه مع السلة بالتالي نقطتين جديدة الأسيست الطويل هذا، أو أنه الكرة تكون برا بالتالي ترجع الكرة كما رجعت الآن لنادي قطر وممتازة الاعتراض الكرة من ماجوك 24-23. عبدي ماجوك سامي، سامي يدخل سامي وممتازة الستيل بول، عملية الستيل بول من عبد القادر ديوب. عبد القوي نقول يعني ديما التغير في المراكز بين عبد القوي جاكسون بيدن على مستوى بوست السنتر. هذا توديتش الميرسلوف والانتقاط ممتاز ماجوك سامي، سامي هذا خضر هذا يدخل تحت المربع والحكم خطأ، خطأ لنادي العربي رميتين حرة لفريق العربي 24-23 مع نقطة لنادي العربي. هذا خالد سليمان عبدي لينجح في الأولى، على فكرة اللاعب هذا من مواليد 7 فيفري 1987 وهو موجود في نادي العربي من سنة 2018، يعني هذا الموسم الثالث ليه في الفريق، وهذه النقطة السابعة ليه مع الفريق العربي 26-23 مع 3 تايم اوت. يطلبوا القبرصي يا نراس، اكيد القبرصي يا نراس يطلب وقت مستقطع من اجل تعديل الاوتار لانه تخلي الفريق قطر يعني على مستوى الفتره الثانيه هو اللي فايز بثلاثه نقاط الان وكانه لا سباقيه على مستوى 6-0 النادي العربي، لانه النادي العربي هو اللي اخذ الاسباقيه يعني اجمالا فتره اولى انتهت 21-18 الان على مستوى الفتره الثانيه 8-2 لنادي العربي. لهذا سبب اكيد مدرب نادي قطر يانراس يطلب وقت مستقطع لتصحيح المسار ولتعديل الاوتار في دقيقه، اكيد سيكون حوار بين مدربين وبين لاعبين. 26-23 بعد 3 دقائق على انطلاق الفترة الثانية وأسبقية على مستوى 3 نقاط لفريق العربي. أكيد نادي قطر يعني آخر موسم كان كمل 7 على مستوى الدوري، السنة كمل 6، يسعى نادي قطر أكيد للعودة، هو في الحقيقة يسعى للعودة لأنه سيطرة مطلقة على كرة السلة في قطر من 86-91، وسنعرض تباعا في توقف اللعب تاريخ الفريقين الاثنين، وهما الفترة أحسن فترة في تاريخ الفريقين الاثنين كانت وراء بعض، كان في نفس تقريبا الفترة من 1980-1990 كانت السيطرة نصف نصف تقريبا على العشرية 5 سنوات الأولى نادي قطر بعدها نادي العربي. هذا ممكن أحسن فترات بالنسبة للاثنين جمعيات، كنت قطر سيطر على كرة السلة القطرية من تقريبا موسم 86-91 عمل 5 بطولات على التوالي. أيضا نادي العربي ب8 ألقاب في الدوري خذا منهم أغلبهم، كانت يعني في موسم 82-83-84-85-86 يعني 5 سنوات كانت السيطرة، 5 سنوات الأولى في بين 98 كانت سيطرة النادي العربي، بعدين 5 سنوات الثانية كانت السيطرة نادي قطر. يعني هذا ممكن أحسن الفترات أكيد، وراوح عزينا المتفرجين بين حاضر وماضي ومستقبل الفريقين الاثنين في الأثناء. الحاضر يعطينا 26-23 أسباقية النادي العربي وهزمة لنادي قطر. جاكسون بيتن يحاول من 3 باونس ممتاز، التعادل 26-26. دائما كثيرا ما يجد الحل في
زاكسن بيدن فريق نادي قطر. إذا الاسيست من سيتسي سيتسي ترجع للامتلاك يعول كثيرا على سيتسي وممتاز كالعادة توديتش، يعني يؤمن انتقاطات الدفاعية بطريقة زايدة وزايدة الغاية، أكيد طول قامته يسمح له بالتميز في مثل هذه الأمور. في الأثناء 26-26 بعد خمسة دقائق على انطلاق الفترة الثانية، هذا عبد القوي محاولة من الثري باونس ممتاز ممتاز الثري باونس عبد الرحمن جمعة 29-26. سامي إلى تالا سيتزي سيتزي يحاول الرد يحاول الرد ولا ينزح ديوب ينزح في تأمين الريباوند الانتقاط الدفاعي. امتلاك جديد عبد القوي عبد القوي ممتاز البلوك شوت من ماجوك ولكن ترجع الكرة في ثانية أخيرة لازم يشوت الآن بالفعل ولكن الريباوند الالتقاط مؤمن من نادي العربي. سيد زي تلا تلا لعبد الرحمن والإربال إربال يعني كان في العملية الأخيرة. عبد القوي ديوب توديتش ممتازة فنيا يعني المباراة هذه زايدة وزايدة الغاية حتى الآن. هذا ديوب هذا ديوب ممتاز بلوك شوت بلوك شوت من ماجوك نادي العربي ماجوك ونادي قطر توديتش على مستوى الدورة الدفاعي يعني يأمنوا في 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 مباراة دفاعية زايدة وزايدة الغاية لفرقهم الحقيقة. هذا توديتش توديتش حاول الحكم يعطي خطأ خطأ بالتالي رميتين حرة 29-26 أسبقية لنادي قطر. الامتلاك يعود في 14 ثانية جديدة معهم أماني جديدة بتحقيق نقاط جديدة وبالتالي توسيع الفارق على مستوى مع خمسة أو مع ستة إذا ينزح توديتش لا يفشل توديتش بالتالي تبقى مع ثلاثة ويعود بالتالي الامتلاك بعد تأمين الريباوند. سامي 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 يدخل ينزح ممتاز 29-28 مع نقطة تسابق وتلاحق متواصل بين الفريقين الاثنين. حلوة الاسيست أحلى منها توديتش توديتش اللاعب البوسني يعطي نقطتين جديدة 31-28 مرو ماجوك حلوة الاسيست حلوة الاسيست هذا سيتزي هذا سيتزي اتس اوكي سيتزي على مستوى الثلاثية اتس اوكي بالتالي تعادل 31-31 ويتواصل التسابق والتلاحق بالنسبة للفريقين الاثنين. هذا عبد القوي هذا جاكسون بيدن جاكسون بيدن جاكسون بيدن يحاول من ثلاثية والريباوند الريباوند الدفاعي سامي خطأ خطأ يحتسب ديوب في الأثناء قاعد نشوف القبرصي السحوتي باش يدخل أكيد لأرضية الميدان مكان عبد القوي نعرفوا التيرن اوفر في مثل هذه المباريات لأنه يعني على مستوى كرة السلة أربع فترات يعني تربح بتدوير المجموعة تربح برشا صبر. قلت أعزائنا المشاهدين بالنسبة للفريقين الاثنين كانوا سيطروا في نفس الفترة تقريبا تصوروا أنه النادي العربي أخذ يعني التتويج على مستوى الدوري من موسم 82 حتى 86 خمس ألقاب على التوالي يعني قاسم مشترك بين الفرق هذوما الاثنين. بعدين نادي قطر أخذ المشعل من موسم 86 حتى لموسم 91 يعني بالتالي كرة السلة القطرية على مستوى الدوري
كانت شهدت سيطرة مطلقة من فريقين الاثنين من 82 حتى 91. هذا زمن الجميل بالنسبة للفريقين الاثنين، وهذا أحسن فترات أكيد. توصيات من أجل المدربين الاثنين التونسي حاتم مملوك القبرسي أنا راس، من أجل العودة أكيد للفوز بهذه المباريات والعودة لمنصات التتويج والعودة لنحت يعني لنحت مشوار كالذي كنت أقوم بسرده بالنسبة للفريقين الاثنين. بعدين نادي قطر توقفت المسيرة تقريبا منذ ذلك الزمان، لم يعود إلى منصات التتويج، ولكن نادي العرب يبقى كل يعني فترة يأخذ ألقاب. أخذ ألقاب 2002 2004 2018 كان أخذ الدوري، 2020 فاز كاس الأمير، 2019 فاز كاس قطر. يعني نتائج نادي العربي مش ليست مثل هذه الفترة الثمانينات، ولكن اسمه دائما موجود على مستوى التتويجات وعلى مستوى الألقاب وعلى مستوى الثلاثيات. يحاول سامي تأمين ثلاثية ولكن يفشل، بالتالي تعادل 31-31 31-31. الآن أنت لك لنادي قطر المحاولة والريباوند الهجومي ممتاز صحوتي اللي دخل منذ قليل. هذا توديتش، هذا توديتش يعطي لديوب، ديوب للصحوتي، صحوتي يحاول ولكن الحكم يعتبر أن الصحوتي نجح في الثلاثية أوكي، ولكن فشل أنه يعني يسدد الثلاثية من مكانها لأنه تجاوز الخط النهائي للميدان، وبالتالي ثلاثة نقاط لم تحتسب في رصيد نادي قطر، وتعود الهجمة من أجل الأسبقية. هذا الدخل منذ قليل لاعب رقم 17 أحمد سعد، أحمد سعد من أجل ثلاثة نقاط ومن أجل أسبقية تسعد العربي، ولكن يفشل أحمد سعد، وبالتالي يعود الالتقاط في آخر دقيقة تقريبا قبل نهاية الفترة الثانية، وبالتالي الشوط الأول هذا عملية التيرنوفر، يخسر كرة صحوتي. نحن في انتظار قرار الحكم، أكيد يتساور طاقم التحكيم ثلوث، وماذا عساهم يقررون السادة الحكام. وتتواصل المشاورات، ويبدو لي عودة على مستوى الفيديو بالفعل لمعرفة مآد الكرة الأخيرة. واحنا نعرف جيدا أنه البداية يعني في مسابقة كأس قطر كانت انطلقت في الحقيقة منذ الخامسة، أول مباراة كان فاز فيها نادي الوكرة 88-69، وهذه المباراة الثانية بالنسبة لكأس قطر اللي يعني سيتواصل إلى موعد 3 فيفري هو النهائي، يعني منذ اليوم 26 جانفي حتى 3 فيفري سينتهي مسابقة كأس قطر، وسنتعرف بالتالي عن الفائز باللقب الثاني هذا الموسم بعد الغرافة مع عانق التتويج وفاز بالدوري أمام الشمال. السؤال المطروح، كيف سيكون الحال بالنسبة لكأس قطر غدوة إن شاء الله؟ عزيزي المشاهدين، أنتم على موعد مع مبارتين اثنين، الخمسة شمال الأهلي، وفي الساعة السابعة إن شاء الله السد والريان. بالنسبة لنادي الغرافة هو بحكم أنه هو فاز بالدوري سيدخل المسابقة إلا في يوم 30 جانفي، سيلعب مع الفائز الأول من المباراة هذه أكيد هو الوكرة، يعني الوكرة سينطلق
الغرافة سينطلق في الدورة الثانية، يعني هذا الدورة الأول معفى الغرافة من هذا الدوري. في الأثناء الحكم يؤمن التقاط جديد يعني بعد الاستشارة مع الطاقم وبعد الرجوع إلى لقطات الفيديو 31-31. رشدي امتلاك جديد خضر، رشدي والخروج يعني من المرمى من الميدان، وبالتالي كرة جديدة لنادي قطر. 31-31 التعادل متواصل والحماس متواصل، وهذا يؤمن أنه لن نتعرف على المترشح إلا ممكن أكيد في الفترات الأخيرة. جاكسون بيدر صحوت توديتس 3 باونتس، توديتس 3 باونتس، والريباوند والريباوند ممتاز قبل 33 ثانية. سيجي 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 يعطي مرو مرو لسيجي عبدي عبدي سيجي مرو سيجي 9 ثواني أخيرة في الهزمة نحكي أكيد الإربول الالتقاط الدفاعي حلوة الأسيست توديتس لا ينجح في تسجيل نقطتين ولكن ينجح في تأمين الكرة لفريقه. أكيد وقت مستقطع يطلب القبرسي 13 ثانية، ماذا عسى هو القبرسي ينصح لاعبيه في 13 ثانية أخيرة؟ أكيد سيحاول تدوير الكرة يعني ما بين مختلف العناصر لتنتهي إما عند الأمريكي جاكسون بيدن أو البوسني توديتش. قلنا عزيزينا المشاهدين أنه نهائي الدوري سيلعب يوم 3 فيفري 2021، إذا بالنسبة للنهائي كاس عفوا بعد ما تعرفنا على الغرافة. أكيد السؤال المطروح من سيكون الفائز بكأس قطر ومن سيخلف الوكرة اللي فاز بآخر كأس. الغرافة خلف الشمال على مستوى الدوري وننتظر من سيفوز بكأس قطر. في الأثناء نهاية التايم أوت بالنسبة للقبرسي يعني راس وحوار تونسي قبرسي بين حاتم مملوك وبين يعني راس. المباراة اليوم أكيد 31-31 دلين الهجمة في ثواني أخيرة. صحوتي توديتش توديتش صحوتي عبد القوي حكم يعطي خطأ من يدي قطر، خطأ ضد مرو. وخطأ الشخص الثاني في رصيد مرو. في الأثناء كرة تعود توديتش توديتش يدخل تحت المربع. ثواني أخيرة طيبة 33-31 والنهاية نهاية بالفعل نهاية الفترة الثانية. بالتالي الشوط الأول 33 لنادي قطر 31 لنادي العربي، أسبقية مع نقطتين لفريق نادي قطر. أكيد نلتقي أعزائنا المشاهدين في مستوى الشوط الثاني إن شاء الله. لا تذهبوا بعيدا، نلتقي بعد 15 دقيقة من الآن إن شاء الله. وجودكم يعكس صورة حضارية عن بلادنا قطر. لإنجاز مهمتنا في كأس العالم حطوا ايديكم في ايدنا. وجودكم ليس للتشجيع فقط. Notre force réside dans notre coopération. بتعاوننا سوف نقدم نموذج مثالي للعالم.
كلنا نكون يد واحدة مع رجال الأمن في 2022 هنا في كأس العالم لنرسل رسالة حضارية عن قطر وأمنها. We will provide a model that the rest of the world can follow. تعاوننا ننمي الروح الرياضية وبالإصرار ومجهوداتنا نحقق الانتصار. خلونا نبهر العالم بتميزنا. الأمن في الفعاليات الرياضية مسؤولية الجميع. نتطلع دائما إلى الأمام. رسالتنا أن ننشئ جمهور ذو فكر وثقافة عالية وليكون هو رجل الأمن الأول في الملاعب. ولتحقيق هذه الرسالة شاركنا في مبادرة أنت مهم.
متتابعي الرياضة، متتابعي الباسكتبول على قناة الاتحاد القطري لكرة السلة داخل هذا الوطن العزيز أو خارجه، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في متابعة لفعاليات الشوط الثاني من مباراة الدور التمهيدي الأول لكأس قطر بين نادي العربي ونادي قطر. انتهاء الفترة الأولى كانت مع 2 لنادي العربي 33 نادي قطر 33-31، الآن النتيجة تصبح متعادلة، الرقم 3 موجود 4 مرات 33 في رصيد كل من الفريقين الاثنين الخماسي الأساسي. بالنسبة هذا توديتش ممتاز ممتاز عملية الاحتراز، سيتزي ينزح يعطي مع 2 نادي العربي الآن، كنت الخماسي الأساسي اللي ينطلق به نادي قطر، عبد القوي جاكسون بيدن أبو بكر ديوب عبد الرحمن جمعة وميرزلاف توديتش، في المقابل تالا سامي ماجوك خالد سليمان ورشدي عبد الباسط، هذا الخماسي الأساسي بالنسبة لنادي العربي. لم يتم احتساب النقطتين لأنه الحكم قد أعلن على خطأ قبل تسجيل النقطتين بالنسبة لنادي قطر، ترجع الامتلاك. وعلى فكرة هذا الخطأ الثالث اللي يرتكب على اللاعب اللي يرتكبه اللاعب رقم 5 سامي، هذا الخطأ الثالث. وتوديتش يؤمن دانك ممتاز، يؤمن دانك توديتش يعطي بها التعادل على مستوى 35-35. قلت يعني من أكثر اللاعبين المهددين بعقوبة الخطأ الخامس نلقاه سامي وكذلك رشدي عبد الباسط، هذا 2 من عربي كل واحد عمل 3 أخطاء بالنسبة لازم الحذر بالنسبة للاعبين 2 هذوما. في المقابل نادي قطر يعني جاكسون بيدن وعبد بكر ديوب قاموا بخطأين بالنسبة لكل لاعب. يرجع الامتلاك لنادي قطر جاكسون بيدن، جاكسون بيدن 35-35. تنبأت أنا منذ بداية المباراة، قلت أن المباراة هذه ممكن على حسب البداية ستنتهي إلا على مستوى اللحظات الأخيرة في الفترة الرابعة، وهذا توديتش كالعادة يعطي نقطتين جديدة 37-35، أكثر من سجل نادي قطر 13، وفي الحقيقة أكثر من سجل على كامل اللاعبين الموجودين في أرضية الميدان. هذا الامتلاك يرجع بعد ريباوند ولا أحلى من عبد القوي جاكسون بيدن الأمريكي، جمعة توديتش عبد القوي يدخل عبد القوي ممتاز البلوك وعملية ستيل بول من سامي، سامي إلى سيتزي، سيتزي والاعتراض الكرة من جاكسون بيدن بالتالي ستعود برمية جانبية لفريق العربي. حسنا المشاهدين التسابق والتلاحق يتواصل، قل وشهدنا يعني منذ بداية المباراة أنه فريق فائق 5 وأكثر، يعني دائما نقطتين 3 في أقصى حالات تبقى 4 نقاط بعدين يرجع التعادل وهكذا على كامل ردهات المباراة حتى الآن. هذا ميرزلاف توديتش، هذا اللاعب السابق لنادي العربي اليوم بقميص قطر، وتلك الأيام وتلك هو قانون عصر الاحتراف. في المقابل في قانون الهزمة 5 ثواني فقط على النهاية، جمعة يؤمن 3 باونس، حلوة الريباوند، تعالى تعالى الاسيست حلوة، خذر خذر يعطي تلا، إذا تلا ماشوك ماشوك يربح الفاول، لكن يفشل في تسجيل الرميتين، بالتالي رميتين حرة لماشوك. إحصائياته جيدة ماشوك يعني على مستوى المردود الدفاعي خاصة. إذا ينجح صاحب الثلاث جنسيات في تسجيل 2 رميات فإنه سنعود مجددا
لنقطة التعادل، بالتالي بالفعل 37 37 حوار مشوق وجيد. عبد القوي توديتش، توديتش يدخل يعطي الأسيست عبد القوي، عبد القوي خمسة ثواني عنية الهزمة لين لازم يشوت عبد القوي، والتأمين الانتقاط الدفاعي من سامي، سامي يدخل، سامي ممتاز ما شاء الله اللاعب هذا سامي، قلت أنه اللاعب هذا يعرف هذه القاعة جيد، ومن يعرف قاعة الغرافة أكثر من سامي، لأنه موسم الفارض كان موجود مع نادي الغرافة. وسامي موري هذا مواليد 85 أكيد يلزم يعني يحتاط على مستوى الأخطاء، لأنه عامل 3 أخطاء شخصية، بالتالي خطأين أخرين تخلي سامي أوت. في المقابل سامي يخلي العربيين على مستوى النتيجة حتى لأنه يسبقية مع 43-37. جاكسون بيتن يدخل ما يربحش لأنه تم الإعلان على الخطأ قبل ما يسوي جاكسون بيتن الكرة الأخيرة، بالتالي 14 ثانية جديدة لفريق قطر، وإذا خطأ الثاني على تلا جاكسون بيتن يؤمن لنفسه للريباوند والبلوك شوت ممتاز مجوب سامي، مازوك والكرة تعود لنادي قطر. أربعين سبعة وثلاثين مع ثلاثة لنادي قطر. هذا عبد القوي. جاكسون بيدن. عبد الرحمن جمعة، جمعة توديتش، توديتش ميرزلاف توديتش، هو يعني لو نلاحظ عشان المشاهدين نادي قطر يستهلك كل الثواني المقدرة، ممتازة جدا، حلوة العملية ونموذجية، اسيست على طريقة الام بي اي بين سامي ومازوك. هذا ثلاثية عبد القوي ممتاز، اثنين واربعين اربعين مع اثنين، مازوك سيرجي أثناء يعني تغيير في النادي العربي بعد قليل، رشدي باش يرجع للميدان، طلع هو الإربول ودي طلع جاكسون بيدن ممتاز، ممتاز جدا، ومن يعرف سر دانك أكثر من جاكسون بيدن أكيد، الذي سبق له لعب في الأبيي جاكسون بيتن. هل 3 باوند 3 باوند ممتاز، ممتاز جدا، جاكسون بيتن وعبد القوي ياخذوا المباراة على عاتقهم، ياخذوا يرجعوا سكور يعني الى مستوى 3 نقاط 45-42، يعني مستوى فني على العموم جيد وجيد للغاية للمباراة حتى الآن، واحدة أكيد من أفضل المباريات هذه السنة. خمسة واربعين اثنين واربعين مع ثلاثة أسبقية لنادي قطر أكيد، والتايم أوت كان طلبه المدرب التونسي حاتم مملوك، أكيد توصيات لزملاء سامي نجل العودة في المباراة والعودة في النتيجة، لأنه يعني نعرف هذه الدقائق المهمة والحاسمة في الباسكتبول، فترة ثالثة آخر فترة ثالثة وفترة رابعة نعرف لو فريق يأخذ الفارق
بأسبقية كبيرة، فإنه مش يخذها على مستوى معنوي وكذلك على مستوى النتيجة، ويصعب بالتالي أنه الفريق الخصم يرجع في المباراة. هذا حتى الآن لم يكن متوفر يعني في مستوى المباراة هذه، التسابق والتلاحق دائما كل فريق ياخذ 3-4 بعدين فريق ثاني يرجع، وهكذا الأمور تسير بالنحو الذي في الحقيقة ينال إعجابكم أكيد سادة مشاهدين، وينال إعجاب كل متتابعي الباسكتبول، لأنه التنافس دائما والتشويق والإثارة دائما تكون أفضل من أنه مباراة تكون باتجاه واحد، لأنه لتحصل الإفادة للجميع وللسلة القطرية وللمنتخب الوطني القطري أكيد في مرحلة أولى. في الأثناء اللاعب رقم 25 رشدي يحاول من ثلاثية والريباوند الهجومي سمير كلا مشوك اللاعب السابق للاتحاد المنستيري فريق التونسي، وأهمن نقطتين جديدة بالتالي كالعادة 45-44 مع واحد عبد القوي مقاسة بيدر فاول خطأ يرتكبه تلا، وخطأ الثالث ليه تلا ينتحق بي سامي وينتحق برشدي على مستوى أخطاء شخصية، ثلاث أخطاء شخصية للثلاثي هذا نادي العربي. أكيد ممكن لازم يصير تيرنوفر من حاتم مملوك على مستوى تغيير، لأنه أكيد يستحقهم الثلاثي هذا تلا سامي ورشدي، ثلاثة لاعبين عنده ثلاث أخطاء ومهددون أكيد بالإيقاف. نعرف خمس أخطاء في كرة السلة تعني لاعب أوت. في الأثناء لاعب رقم 22 يرتكب خطأ ثالث كالعادة ينتحق بالبقية، صاروا عدنا أربعة عندهم ثلاثة أخطاء شخصية. هذا توديتس، هذا جاكسون بيدن مرزاف توديتس 3 باونس وريبول سامي تلا ومحاولة استيل بول، ولكن الحكم يعطي امتلاك جديد لنادي العربي. هذا ماشوك يفسر في الثلاثية، ماشوك جاكسون بيدن عكس الهزمة بعد ريباوند اسيست ممتاز اسيست حلو الاسيست تباطأ نوعا ما مقاسة انه ربع ثانية في الباسكيت بحسابها يعني لازم السرعة اكيد بدون انه يقع اللاعب في التسرع، يعني ليه ما زال كل ثانية بحسابها، كل عشر من الثانية في الباسكيت بول عنده حسابه وعنده قياسه وعنده تأثيره على ردهات المباراة. في الأثناء سامي منزل ثلاثية يفشل كما يفشل العربي في أنه يحاول أنه يحافظ على الكرة، بالتالي هجمة جديدة لنادي قطر. بيدر والحوار متواصل بين جاكسون بيدن وعبد القوي. عبد القوي توديتس ميرزلاف توديتس ميرزلاف توديتس الثري باونس والريباوند الهجومي ممتاز 14 ثانية جديدة جاكسون بيدن يعطي لمقاسة مقاسة توديتس فاول ارتكبه ماجوك، ولكن حكم يعطي متعود ماجوك على شو ومو على مثل هذه كرات دانك ولا احلى يعطي بها سباقية 46-45 توديتس مقاسة مقاسة سامي اخر 17 ثانية اخر امتلاك مع واحد لنادي العربي 46-45
سامي رشدي يلعب ماجوكو. ماجوك يعمل في باسكيت غير عادية، ثالث دانك لسحب الثلاث جنسيات. ماجوك ما شاء الله لعب رقم 7 أسترالي ولبناني وسوداني في نفس الوقت، من مواليد 4 جويلية 1987. اللاعب هذا ممتاز جدا الحقيقة، واللاعب هذا إمكانياته الفنية جيدة، ولكن من اللاعبين اللي استعراضيا يعمل في برشا شو على مستوى المباراة. يعني طريقة لعبه ماجوك هو من اللاعبين الذين يعني استعراض جيد وجيد للغاية في مستوى اللعب. في المقابل مع ثلاثة العربي، مع ثلاثة فائز حتى الآن 48-45، وبالتالي نهاية فترة ثالثة. مع ثلاثة يعني 48-45 أكيد في انتظار فترة رابعة وحاسمة ستكون أكيد للتعرف على الفريق الذي سيتأهل للدورة الثاني بعد أكيد كما قلنا عزينا المشاهدين تأهل أول في مرحلة أولى لفريق الوكرة، ومن سيرافق الوكرة يا ترى. في الأثناء عزينا المشاهدين على مستوى كما قلنا الإحصائيات، الثلاثة أخطاء شخصية على مستوى الأخطاء لتلا لسامي خالد سليمان عبدي ورشدي، في المقابل لاعب فقط عنده 3 أخطاء من نادي قطر اللي هو ديوب. أكثر من سجل نقاط من قطر تديس 13 نقطة، أكثر من دون نقاط ماجوك بالنسبة لنادي العربي 16 نقطة. هذه الإحصائيات أكيد. الآن نعود للجديات وللرسميات ولآخر 10 دقائق. يا محاولة من دانك يفشل أكيد، هذه الفترة الرابعة، هذا تاي بريك. هذه الفترة الحاسمة في عمر كل مباراة باسكتبول، هي صحيح 10 دقائق، ولكن ياما 10 دقائق انتهوا في 30 دقيقة. يعني في باسكتبول هذا الشيء عادي وعادي جدا، كل نقطة بحسابها، كل نقطة بقيمتها، وكل 3 باونتس بتأثيره. هاو 3 باونتس هذا يعطي تعادل، قلنا عزيزنا المشاهدين الآن كل شيء بحسابه. عبد القوي 48 ويتواصل التشويق والإثارة. هذا ماجوك، هذا الاستعراضي ماجوك، هذا سامي الآن مرو ماجوك. ماجوك ما شاء الله لا يحتسب، يعني هذه الدنكة الرابعة تقريبا. ولكن كانت التصوير في آخر ثانية، حوار يعني طريف بين ماجوك والحكم، يقول له لا كانت التصوير قبل النهاية، ولكن الحكم هو نقاتل الوحيد وهو لقراره يكون الفيصل. ولكن معليش تمتعنا بسلة ماجوك بالدانك، لحاجة عادية دانك عند ماجوك، وكأنه يسجل في رميتين حرة عادية جدا. في الأثناء هزمة أخرى لنادي قطر جمعة، توديتس 2 على نهاية الهجمة، والريباوند ممتاز سامي. سامي كان عمل خطأ مشي بالكرة، بالتالي الكرة بترجع لنادي قطر. كان عمل مشي بالكرة، بالتالي الكرة ستعود لنادي قطر. هذا عبد القوي، هذا بيدن جاكسون بيدن. عبد الرحمن ديوب 4 ثواني 3 على نهاية الهجمة، لازم التصويب الآن، والستيل بول ممتازة، الهجمة المعاكسة سامي، والبلاك شوت خطأ.
يحتسب خطأ غير رياضي على رشدي، وخطأ الرابع. بالتالي عزيزنا المشاهدين، قلت هذا أول لاعب يوصل للخطأ الرابع يصبح مهدد. أكيد الآن حاتم مملوك سيتم إراحة اللاعب هذا بالفعل. أربع أخطاء يعني أكيد في الأثناء. اثنين رميتين حرة لنادي قطر، معهم امتلاك جاكسون بيدن بالنسبة للأولى، يدونها ويصوبها ويسجلها. اللاعب من مواليد 1990 جاكسون بيدن ينجح في الرميتين حرة ويربح، لأنه كان تعمد من رشدي في اللقطة الأخيرة. قاعدش حكم حسب خطأ رياضي، نعرف في قانون الباسكت بول أعزائي المشاهدين أنه خطأ غير رياضي. بالتالي نقطتين للفريق الخاسم ومعهم امتلاك من نفس الفريق. يعني كم ستكلف هذه الهزمة نادي قطر؟ يعني هي أربع نقاط أم ليه؟ يعني في خطأ غير رياضي يمكن الهزمة أنه تصبح تربح الفريق في خمسة نقاط. يسجل الثنائية بالرمية الحرة وبعدين يعاود الهزمة يسجل الثلاثية، يعني ممكن خمسة نقاط في هزمة. هذه من قوانين الباسكتبول، وهل يؤمن ذلك أو لا؟ إذا توديتش هذا البلوك شوت مازوك عبد القوي بالفعل، هذا اللي حكيت عليه، هذا اللي حكيت عليه. كلفت الفريق مع خمسة نقطتين وثلاثية جيدة. عبد القوي تلا مجوك كالعادة. سامير ممتاز، 53-50 هوك. حتى كي يبعد شوية فارق مع خمسة بالوقت يرجع على مستوى فارق بعيد مع ثلاثة لكل ما التحق بنا الآن على القناة الرسمية للاتحاد القطري لكرة السلة. مباراة زايدة وزايدة الغاية، أكيد خليكم في الاستمتاع بالمباراة. يصعب التكهن بمن سيكون الفائز. إذا تلا رشدي سامي سيدزي تلا والإيربول بالتالي هزمة جديدة لنادي قطر. توديتش يحاول من الثلاثية 3 باوند والريباوند من ماجوك. على فكرة أكثر من عمل ريباوند بالنسبة لفريق نادي العرب، 9 مرات التقاط دفاعي المجوك. هذا ثلاثية، هذا 3 باوند. ترجع الكرة توديتش خضر خالد سليمان. هذا 53-53 ثلاثية تخلي النتيجة متعادلة بالفعل. ما زلت كي حكيت على انه فارق بسيط وبسيط للغايه في كرة السلة. ثلاثية تخلي النتيجة متعادلة وبالفعل، وكأنه سيد جي يقول انا في الاستماع. سيد جي يدون 3 باوند. نقطة ثامنة ليها لاعب سيد جي، هذا كريستيان كاساس. قلت أنا ربع موسم ليه مع الفريق. عزيزنا المشاهدين 53-53 قبل خمسة دقائق، قبل أقل شوية 4:35 وما أطولهم هذه الدقائق. ترقبوا معنا عزيزنا المشاهدين أنه ستكون الدقائق طويلة، لأنه الفارق متقارب، تكثر الأخطاء على مستوى آخر مباريات، تكثر توقف اللعب، تكثر الأمور التكتيكية بين قبرصي وتونسي، حوارات أكيد من سيفوز بها. فبالتالي 4 دقائق هذوما
عادي جدا أنهم ينتهوا بعد 10 ولا حتى 15 دقيقة. هذا ستلاحظونه مع بعضنا أكيد أعزائنا المشاهدين ومتتبعين رياضة الباسكتبول. حافظ الآن لاعب خالد رشدي عنده 4 أخطاء ولكن يرجعوا لحاتم مملوك التونسي أكيد. خطأ آخر يرتكبه لاعب هذا رقم 25 أوت. بيدن تديت بيدن من يعني تحت السلة مجوك حاضر الخطأ. رميتين حرة وهذا أنت حق بالخطأ الرابع رشدي. يعني عندك خالد عندك رشدي هذا اللاعب رقم 22 اللي يحكي مع الحاكم وعندك اللاعب رقم 25 خالد سليمان 22 خالد سليمان رشدي 25 أربع أخطاء شخصية لكل لاعب فيهم أكيد لازم الحذر في الأثناء بعد نزاحه في الأولى يفصل في الثانية بيدن رشدي ماجوك الحربي ماجوك يفصل ماجوك وينزح في تأمين الريباوند جمعة نقطتين معثني 56 قطر 53 عرب. كيف ستكون هذه النهاية؟ فورسينغ تم احتسابه ضد ماجوك دخول بقوة بالتالي امتلاك ضد ماجوك بالتالي خطأ شخصي الثاني ليه هذا ماجوك ولو انه رب مركز حساس ولكن برافو يعني ماهوش قوم باخطاء كبيرة يعني يلعب في باسكيت صحيحة وباسكيت جيدة بغير اخطاء في لعب وبغير دي شي تكنيك. هذا توديت نقطتين جديدة ومعاهم البونيس في الأثناء ماجوك خطأ ثالث شخصي لي يعني كل لاعبين نادي العربي مهددين بين اللحظة والأخرى في أنهم بيخرجوا من المباراة ويتم إقصائهم بالتالي نادي قطر على عكس نادي قطر اللي ماهوش قايمة برشا أخطاء يعني شخصية ولا لاعب عنده ثلاث أخطاء. الآن 59-53 تقريبا أول مرة في المباراة مع 6 لنادي قطر. سامي يفشل أنه يسجل ولكن يربح نقطتين يربح لا ندري لأنه سيقوم بتسجيلها ما بلا. في الأثناء لاعب رقم 12 هذا ارتكب الخطأ أبو بكر ديوب خطأ الرابع ليه أبو بكر ديوب. في المقابل سامي يستعد أكيد لرمية ثانية ناجحة 59-55 مع 4 باقي أقل بقليل من 4 دقائق وكل من التحق بنا الآن على القناة الرسمية للاتحاد القطري لكرة السلة أنتم موعودون بدقائق أخيرة حاسمة. ديوب هذا بيدن الثري باونس والربول الانتقاء الدفاعي ليه يؤمن انتقاء الهجومي ديوب ممتاز جمعة وبالتالي 10 ثواني جديدة جاكسون بيدن يدخل للقوس تحت المربع تعكس الهجمة سامي في الأثناء توديتش يعني كانت الحقيقة مش مقصودة يعني من سامي كان التحام عفوي بين سامي توديتش
قلت هذا البوسنة عزينا المشاهدين، هو فما في كل أسبوع تقريبا في البوسنة يختاروا أفضل لاعبين في الدولة يعني في البوسنة. في آخر استفتاء في آخر أسبوع توديتس عزينا المشاهدين كمل المرتبة 12، يعني هذه مرتبة تعتبر زايدة وزايدة الغاية، أفضل لاعب رقم 12 في البوسنة. في البوسنة عندها تاريخ تاع باسكتبول يعني منتخبها قوي، والأول كان لاعب في ريال يلعب في إسبانيا لين في الدوري الإسباني. في الأثناء الدوري القطري انتهى مسابقة كأس لين دور الأول، مباراة الثانية مع اثنين لنادي قطر 59-57 وإمكانية أنه يكون مع أربعة إذا ينجح توديس في الرميتين الحر. في الأثناء ماجوك هذا خطأ الرابع الشخصي لي. ثلاثة لاعبين مهددون بالإيقاف والإقصاء من المباراة، ماجوك رشدي وعبد، ثلاثة من النادي العربي. تايم أوت يطلبوا تونسي حاطب مملوك مع ثلاثة في قطر قبل ثلاثة دقائق عن نهاية المباراة. والله في الحقيقة متعونا الفريقين الاثنين اليوم، مباراة جيدة وجيدة الغاية، وبصراحة يعني لو الفريقين الاثنين هذوما يكملوا بالمستوى هذا فانو عائدون لاسترجاع امجاد الفرق الاثنين التي سيطرت كما قلنا على كرة السلة القطرية كل ألقاب الدوري من موسم 82 حتى الموسم 91، تصور وانو 10 ألقاب في السنين بين 1982 و 1999، قسمة خير خمسة حصل عليها نادي قطر وخمسة اللي بعد تحصل عليها النادي العربي، يعني هذا أوج الفترات. المردود اللي قاعد نشوف فيها أمامي الآن ينبأ إن شاء الله بعودة مستوى الفريقين الاثنين وعودة تتويجات. كما قلت العربي ما بعدش حتى تتويجات، ولكن قطر منذ ذلك الزمان الحقيقة يعني بقى يعني ألقاب صحيح. المقابل مع حاتم مملوك التونسي الذي النادي العربي ألقابه دائما موجودة دائما مؤمنة، مع كل عام يعمل كأس قطر كأس أمير ثاني في البطولة سيمي فاينل دائما موجود، يعني دائما حاضر بامتياز. فالميراث تبع الفريق هذا زايد. في الأثناء نهاية ستكون جيدة، مملوك ماجوك برو والخطأ الشخصي ضد جمعة، خطأ شخصي ضد جمعة وهو الثالث في رصيده الشخصي. ورميتين حرة للنادي العربي، عبد ينزح في الأول عبد 60-58 مع اثنين ومرشحة إلى مع واحد لو سجل بالفعل 60-59 مع واحد لنادي قطر. نهاية ستكون زايد وحماسية ونيرية، باسكتبول ممتازة قاعدين يؤديوا فيها زوج فرق دقيق، الفريقين الاثنين زايدين. هذا زايد، هذا الأمريكي بايدن توديتش، توديتش بايدن 3 باونس ديوب ترجع بايدن التقاط بحسابه لأن أكيد جاكسون بيتن ديوب جمعة عبد الرحمن ويفصل ماجوك ينزح في تأمين انتقاد دفاعي 60-59 مع واحد لنادي العرب. هذا مرو معاهم يبدو لي خطأ شخصي فاول ورميتين حرة لسامي، وخطأ الشخصي الرابع
بالتالي كاريس يعني المدرب القبرصي كريسيناس عمل شخصي الرابع خلاص خرج من المباراة لأنه مش يحتفظ به ممكن آخر ثواني عبد الرحمن جمعة وتخلى اللاعب رقم 23 محمود عبد الله فرنسيدو صفر اخطاء شخصية لأنه ملعبش كثير على مستوى مباراة تعليم. في المقابل ماجوك 60-59 أربع ثواني عنية الهجمة ثلاثة اثنين لازم التصويب الآن تنجح و14 ثانية جديدة بفضل التقاط هجومي متميز هذا ماجوك هذا ماجوك يا الله يا الله على هذه النهاية رميتين حر وخلاص خطأ الشخصي الخامس لديوب يخرج من المباراة ديوب تحت تصفيق زملاء وكيل حاشد الهمام هذا ماجوك يس ماجوك حتى في تصويب الرميات الحرة دائما يبحث عن شو لاحظوا معنا لاحظوا معنا عزيزينا المشاهدين هو لعبه طبيعة لعبه انه يكون بتلك الطريقة ولكن خسر فريقه حتى الان في سباقية كانت تكون ممتازة ولكن ينزح في تمرين بلاك شوت ماجوك يصلح الخطأ ماجوك اوكي ضيع رميتين حرة ولكن امن بلوك شوت ممتاز يلا تعالى الثواني الاخيرة الان تعالى 60-59 مع واحد يلا تعالى 60-60 بين من انهى في المركز السادس في البطولة ومن انهيها ثالثا 60-60 61-60 مع واحد وقت مستقبل الدقائق الدقيقة الحاسمة دقيقة 16 ثانية 61-60 قراءة سريعة مستوى الترتيب الهدفين أفضل من سجل أهداف هو سامي 20 نقطة حتى ليه في المقابل توديتش 17 نقطة أكيد تايم أوت الآن القبرصي يعني راس التونسي حاتم مملوك التوصيات نعرفه في آخر الأوقات المستقطعة تكون أكثر محاولة من التقليل أكثر من الأخطاء لأنه يعني فريقين الاثنين الآن السكور هو نفسه أكيد 61 سكور متقارب بالتالي سيحاول كل فريق لأنه اللعب على الهجمة مركزة وبالتالي لتنتهي الهجمة بأكثر ما يمكن نقاط 3-2 يعني 61-60 عزيزينا المشاهدين مع واحد مباراة لم تبح بأسرارها حتى الآن ممكن حتى نمشيه للوقت الإضافي الإكسترا تايم ومن سيخلف في الحقيقة يعني مشكور تصحيح المعلومة من الكابتن أشرف توفيق قلت من سيخلف الوكرة في الكيس لا من سيخلف نادي الوكرة بالفعل ثواني أخيرة قد تكون حاسمة أكيد دقيقة وسبعة ثواني إذا تيروتوديت بالنسبة لنادي قطر أكيد آخر لقب كان تحصل عليه في 2018 كان هو كان سحب الكاس يعني هذا آخر لقب مشكور أكيد الكابتن أشرف توفيق على مستوى المعلومة وبالنسبة للملحوظة المهمة حتى الآن أنه التسابق والتلاحق متواصل
زي ما قاعدين تسمعوا يعني ديفانس 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 ديفانس. هذا البنك يوصي الأساسيين. هذا مشوك يعطي لي سي جي سي جي ثانيتين قبل نهاية الهجمة لازم يسوى بلين ولا بالفعل 34 ثانية 62 61 يا الله يا الله كيف ستكون هذه النهاية. عبد القوي عبد القوي وممتاز زايدة زايدة جدا أخلص لها تقريف المباراة مقاسة 64 61 يا لعيب الآن مع 23 ثانية حتى مملوك يطلب وقت مستقطع أكيد الآن 20 ثانية إذا عسيه ويكون هذا الوقت المستقطع وفي يعني أكيد أعصاب تكثر على اللاعبين في آخر الثواني عربي 61 قطر 64 مع 3 لنادي قطر أكيد آخر التوصيات في التايم أوت للتونسي والقبرصي. هل سينهي الهجمة على مستوى 3 باونت يحاول يربح العشرين ثانية حتى المملوك يوصي أنه اللاعبين يحاول التيرنوفر يحاول يدور الكرة بعدين في آخر الثواني يتكمل التصويب بالتالي يربح أنه يعدل السكور ولا يترك المزيد لامتلاك نادي قطر أم أنه سيحاول منذ البداية تأمين نقطتين ويبحث عن الخطأ. هذا كله تساؤلات ولكن الحقيقة سنتعرف عليها بعد 20 ثانية يا الله وقت مستقطع. هذا ربحه ممكن لكي يؤمن أن الامتلاك يكون في السطر الثاني من الملعب يعني هذا الفائدة في الوقت المستقطع خلاف أنه الفائدة المعنوية أكيد في التوصيات التي تلقاها لاعبي العربي. يا الله 64 61 هذه نهاية. هذا رشدي هذا سامي هذا سامي والربول والإربول يعني أراد اللعب على سامي منذ البداية قلت ثلاثية يفصل فيها أكيد 64 61 مع خطأ لنادي قطر جاكسون بيتر رميتين حر سيصعب المأمورية أكيد ويعطي أسبقية لفريق جاكسون بيتر لو سجل حتى واحدة فقط فعنده بالفعل 65 61 أسبقية الآن أربع نقاط بتاع هزمتين لكي يعدل اللوتار نادي العربي إذا نزح في ذلك. جاكسون بيدن بيدن 66 61 تلا تلا يحاول من ثلاثية والخلاص خلاص 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 نادي قطر رسميا في الدور المقبل. ألف 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 مبروك لنادي قطر فوزه 66 61 نادي قطر بالتالي يامر للدورة الثاني. هذا الخبر الأول الخبر الأكيد واليقين. الخبر الثاني نادي قطر ينجح بعد مرور الدورة الثاني في الفوز الأول على الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى يعني إيجابيات في مستوى هذه المباريات في المباراة هذه ممتازة وممتازة للغاية. إذن مبروك لنادي قطر ترشحه للدورة المقبل. حظ أوفر لنادي العربي في بقية المشوار بالنسبة للفريق هذا مباراة جيدة وجيدة للغاية أكيد هكا إن شاء الله كود إن شاء الله أكيد حصلت الاستمتاع للسادة المتفرجين. احنا الان نقول لكم ملتقانا في مواعيد رياضية قادمة. تحية لرياضة كرة السلة على قناة الاتحاد مع عزم تحيات محدثكم وديع الخروبي في امان الله.